كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم يعني في اعتصام اخوان ديال الشاهينات هنايا امام الدرك الملكي بالصويرة، يعني تضامنا مع واحد الاخ اللي تعتقل، يعني تعتقل من طرف المركز الترابي ديال الصويرة، انه كيقولوا انه يعني هرب ليهم يعني بتهمات الفرار. ماشي ما عرفناش واش هو الاخ اللي قال لك اودي هو ما هربش، يعني عيطوا ليه بالتليفون البارح وجا عندهم وبدا يتفاجئ بالاعتقال تحت الحراسه النظريه 48 ساعه. يعني احنا اتصلنا تلقينا الاتصال من المسؤولين ديال الدرك، يعني قائد السريه، التعليمات ديال السيد القائد الجهوي، يعني جلسنا معه كاخوان المكتب الاقليمي، ناقشنا المشكل بجميع الحيتيات ديالو، ولكن كتبين انه هو قال لك اودي يعني القرار تيبقى للنيابه العامه، يعني التعليمات ديالهم 48 ساعة والتقديم غدا ان شاء الله. يعني الان الحل باقي ما كاينش، وحنا راه نستمروا في الاعتصام ديالنا نشوفوا هذه المشكله ان شاء الله. لا الفصول حنا الزميل ديالنا حنا عيطوا لنا البارح التليفون قال لك ودي راه السيد تعتقل، عيطوا لي الجندرم من طريق الهاتف قال لي جي عندنا، فجا يعني قالوا لي راه هربتينا في واحد البلاصه معينه، وفاش سولناه قال لك ودي انا ما هربتش، يعني قال لك ودي شي واحد اللي باغي فيها خدمه انا ما هربتش. والدرك قال لي ودي راه الماتريكول ديالك، حنا الدرك قلنا لهم ودي الماتريكول اي واحد غادي، يعني هو معروف والمدينه والمنطقه معروف ديما، كي الاخوان اللي كاينين في الطريق كيعرفوا الماتريكول ديالو، يعني اي واحد غادي يجي غادي يدير هذه الطريقه هذه، يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتثبت بانه هو هرب اليوم. هذا هو حنا فاش يعني كان المكتب الاقليمي دخلنا في هذا المشكل هذا باش نعرفوا الحقائق ديالو، باش نعرفوا الحقائق ديالو باش نوروا الراي العام المحلي للمعلومه. هيك السي ابراهيم كاين واحد الروايه كتقول بانه السائق كان هز ربما التراب الاحمر وفاش وقفوا عليه الجندرم يعني لاد بالفرار، يعني عدم الامتثال، وتيقولوا بانه حتى الكاميرا ديال الجندرم يعني اللي كانت مثبته في عند الدرك ربما رصدت الوجه تاعو. لا شي كامل سولنا المسؤولين ديال الدرك قال لك ودي ما كاينش، يعني الدرك اللي عنده القضيه كيقول لك ودي راه عيناه اللي شفناه شي اللي كاين دابا، ما كاينش شي حاجه اللي كتثبت لحد الان، ما كاينش شي حاجه اللي كتثبت نهائيا. يعني هنا كيكون واحد شويه ديال الغموض في هذه القضيه هذه. بعض المشاكل بعض المرات كتعاني لا هو المشاكل بحال هكا، يعني مشاكل ديال الردم ومشاكل ديال الامور زعما اللي كتطيحوا فيها الاخوان المهنيين. هذيك النهار شتي المشكل في السقاله، واليوم تنشوف اخو كيتعرض للاعتقال التعسفي. لا امور خاصها تدخل، يعني حنا هذه الرساله كنوجهها للسيد العامل باش يدخل باش نجلسوا نشوفوا الارضيه ديال المشاكل كامله نحلوها باش يكون القطاع منظم، يعني باش نجتنبوا كاع المشاكل هذه اللي هي مشاكل هامشيه. وإلا جلسنا وكانت واحد اراده ديال السلطات المختصه والمهنيين، يعني غادي نلقاو الحل لهاد المشاكل كامله، مابقاش ديك الساعه اللي دار شي مشكل تحمس اوز. نعم على ذكر الا كاين مطرح ديال الردم وكان مجموعه ديال يعني الحلول، راه ديك الساعه اللي تحمل اللي وقع ليه المشكل يتحمل مسؤوليته. نعم سي ابراهيم على ذكر هذه القضيه اللي قلت لك كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو، ربما كاين اللي كيعاتبكم انتم كنقابين تيقول لك بحال دابا كاين استقواء بالنقابات، ممكن الشيفور يدير اي حاجه ولكن ما يخافش لانه الزملاء ديالو او الرفاق ديالو غيديروا وقفه سواء قدام المحكمه او قدام المصلحه المصالح تاع الدرك الملكي بحال وسيله الضغط تيقولوا. لا لا حنا ما عمرنا كانت عندنا الفكره هذه، انا نقابه مهنيه يعني مضويه تحت لواء
واحد مركزيه نقابيه يعني مغربيه اللي كاعرف الجميع هي سيديتي. والفكره هذه ما عمرها كانت ديال استعراض العضلات ولا استقواء ابدا. حنا هنايا بتنضمنوا مع السيد هذا اللي كاين في رهن الاعتقال، هذا هو اللي كاين. كاينه شي حاجه اخرى يعني حنا كنحاولوا ننظموا المهنه بالعكس، هذا هو اللي كاين. اما الاستقواء حتى واحد يعني فاش كيكون يعني هذا المشكل هذا يعني كيقول لك راه هربتي وهو تيقول ما هربش، راه ضروري خصنا ندخلوا حنايا باش نعرفوا حقائق ونوضعوا نوقفوا على الملف. يعني دابا انتم شنو غيديروا هنا؟ اعتصام مفتوح او لا؟ دابا غادي نشوفوا مع الاخوان التقديرات ديالهم في المكتب الاقليمي انه القرار تيبقى للقواعد كيبقى للمهنيين، ونشوفوا من هنا حتى للضاء انه يعني كما قلت لك في الاول الاخ قال لك راه تحت الحراسه النظريه 48 ساعه ونشوفوا الا كان شي صيغه اخرى ولا نعتصموا. يعني واش هو نيت موضوع الواقعه؟ هو نيت الزميل تاعكم وتيقول ما هربتش؟ لا هو تيقول ما هربتش، يعني الجندرم تيقول لك راه هرب. يعني هنا كاين واحد، حنا جينا في الوسط دابا كنتصنتوا، دابا قال لك هو ما هربش وحنا كنتفاجئوا وكنتفاجئوا بالاعتقال تاع السوف، حيت اذا كان ماشي هو ما خصوش يتعتقل، هذا هو اللي كاين. وحنا لنا الثقه الكامله في القضاء، ما عندناش اشكال من الناحيه القانونيه غير من الطريقه ديال يعني هذا تنحسبوا حنا في النقابه اعتقال تاع السوفي دون موجب حق.